شلون هذا التعديل راح يقلل حالات الطلاق؟ احسنتي. راح اولا التفريق القضائي الان مساحه كبيره في داخل القانون الحالي التفريق القضائي، اكثر من 20 مورد يسوق فيه للمراه او للرجل ان يفرق قضائيا، والتفريق القضائي عن شنو؟ الطلاق. هذا في الجانب الشرعي هو ملغي نهائيا، لان التفريق القضائي عندنا باطل ومحرم وممنوع. ليس للقاضي ان يفرق بين الرجل والمراه. العلاقه الزوجيه علاقه مقدسه بنيت من قبل الله سبحانه وتعالى من خلال عقد، ولا تفصل الا من ضوابط شرعيه. الطلاق بيد من اخذ بالساق، لا يجوز لاحد حتى ولي الرجل ان يطلق، ولا يجوز يعني الحاكم الشرعي حتى المرجع الطلاق. الديني او الحاكم الشرعي ليس له ان يطلق، وانما الاب او عفوا الرجل الزوج هو الذي يطلق. اما يجي قضائيا المراه مثلا فرض ما اعطاها نفقه او اخر عليها النفقه او انه مثلا سجن مثلا او هناك موارد يعني اسباب بسيطه يفرق فيها القاضي، بالتالي هذا مسوق ايضا قويه وراسخه بالمحاكم. اكو اسباب راح نبينها انه ما هي الاسباب الراسخه. انا بس اريد اسالكم، انتم متهمون كاساتذه في الحوزه، انا سأكون اجاوب على سؤالك. اكمل جواب سؤالك، انه اولا هاي الحاله التفريق القضائي راح ينتهي نهائيا وهذا يقلل الطلاق. القضيه الثانيه، اكو هناك مسوغ عند النساء للطلاق، يعني مرات الانسان من يلقى مساحه تشريعيه بجانبه يستغل هاي المساحه. راح تقول لي شلون؟ كثير من النساء عندما يعني يضغط عليها زوجها او مثلا احبت ان، هسه هاي عباره لعلها مو مناسبه، بعض الزوجات مثل ما تحب تستمر مع زوجها لاسباب شخصيه، لاسباب مثل بدنيه، لاسباب نفسيه وامور اخرى. والان التواصل الاجتماعي اثر كثيرا على العلاقه الزوجيه بين الرجل والمراه، بالتالي هاي المراه راح تستغل هاي الثمره الامر الموجود، وهو انه عندما طلق اثر على النساء ما اثر على لا اثر على النساء على النساء على النساء سهم مقام يقتنع بمرته يا سماحه الشيخ ويروح لا مو هذا الجانب اللي عنيته. اللي عنيته انه الان المراه عندما تجد مساحه تشريعيه في القانون الحالي عندما تطلق تصير امكانياتها الماليه وحريتها اكبر، تبادر. مثلا اول عندما يطلق الرجل، اولا حق السكنه 3 سنوات تاخذه، وهذا حرام لانه البيت بيت الرجل وهو ملكه، لا يجوز له ان لا يجوز لها ان تسكن فيه، وصلاتها باطله. الامر الثاني تاخذ النفقه، الامر الثالث تاخذ الاطفال 15 سنه اللي يرجعون اللي يخيرون. الامر الرابع حتى المشاهده، لو اراد ان يشاهد ابنائه لابد ان يدفع اجر المشاهده. وضحت الفكره، يعني القانون لصالح المراه باختصار، لصالح المراه، وانما يعطي مساحه للمراه، هذه المساحه ترغبها بالطلاق او تسوغ لها الطلاق.